الدكتور عادل أتريبي، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس ورئيس شعبة قسطرة القلب التداخلية والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب. الحقيقة النهاردة احنا بنحضر مؤتمر في منتهى الأهمية بيجمع بين الجمعية الأوروبية والاستشاريين المصريين، الجمعية الأوروبية لعلاج الضغط من الجمعيات المحترمة عالميا، وبتضم نخبة من الأطباء الأوروبيين. احنا نجح هذا المؤتمر انه يجيب الرئيس الحالي والرئيس السابق لهذه الجمعية عشان يستعرضوا لنا احدث ما وصل اليه الابحاث والاستنتاجات في علاج ضغط الدم. ضغط الدم رغم انه هو مرض سهل علاجه الا انه مرض خطير جدا، وعشان كده ساعات بيطلقوا عليه القاتل الصامت. بيصيب اكتر من 26% من المصريين فوق الاربعين سنة، والارقام دي يمكن تبقى 40% فوق الخمسين سنة. مش بس كده، في دراسة جديدة لوزارة الصحة والورد والمنظمة الصحة العالمية لقوا ان في زيادة في نسب اللي عندهم ضغط دم في مصر 40% في العشر سنين اللي فاتوا عن اللي قبليهم، وده بيقول لك ان المرض ده عمال ينتشر. قد يكون انتشاره لزيادة ضغوط الحياة ولزيادة العمل الوراثية، وقد يكون انتشاره لان احنا دلوقتي ابتدينا نشخص الضغط عند ارقام اقل من الارقام اللي احنا كنا متعودين نشخص الضغط فيها. وده الهدف من المؤتمر ده، ما هو الضغط المثالي وما هي الطريقه المثلى للوصول للضغط المثالي؟ هل هي كلها علاجات دوائيه؟ هل هي تغيير اسلوب حياه؟ هل هي رياضه؟ هل هي تقليل الاملاح في الاكل؟ هل هي الاقلال من التوتر والضغط العصبي؟ هل هي استخدام نوعيه معينه من الرياضه؟ ولا الموضوع ادويه؟ ثم لو كان ادويه، هل هو دواء واحد يفضل ولا يفضل اكتر من دواء؟ هل الدواء ده يستمر مده طويله او يستمر مده قصيره؟ كلها تساؤلات هيجيب عليها هذا المؤتمر، وهيضيف اضافه هامه ما هي الارقام المطلوب الوصول اليها عشان نقول ان المريض ده ما عندوش ضغط. الحقيقه حصل تطور، او يعني كل سنه عن سنه بيقل الرقم المطلوب الوصول إليه. كنا الأول بنعالج عشان نقلل الضغط عن 150، ثم في السنوات الأخيرة بقى في أبحاث كتيرة قوي خلت كل الإرشادات العالمية سواء الأوروبية أو الأمريكية تخلي الضغط يتعالج عند 140، لغاية لما ظهرت الدراسة السنة اللي فاتت. الدراسة دي كانت على آلاف المرضى، مش مريض واحد ولا 100 ولا 200، على آلاف المرضى. بينت أن يمكن يكون حتى الضغط تحت 130 أفضل من تحت 140، وده اللي عمل بلبلة في العالم كله وعمل اعتراض شديد من بعض الأطباء، لأن احنا لو دخلنا بقى وقلنا 130 فوقه يبقى ضغط، يبقى احنا كده نص المصريين عندهم ضغط. فالرقم حاليا هو 140، 130 اعتقد انه هيستمر كرقم مطلوب الوصول اليه في حالة وجود عوامل خطورة كتيرة. يعني واحد عنده الارتفاع الضغط شديد قوي، عنده سكر، وزنه زيادة، عنده تاريخ مرضي قوي في العيلة، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل في الأوعية، جاله جلطات في المخ قبل كده، دي حاجات تخلي المريض ده عالي الخطورة، وبالتالي لابد نكون بنعالجه بطريقة مثالية. المؤتمر كمان بيناقش ما هي الفروق بين استخدام دواء واحد أو أكتر من دواء في قرص واحد اللي بيسموه البولي بيل أو القرص المدمج اللي فيه أكتر من علاج. الحقيقة في محاضرة قوية لرئيس جمعية الضغط الأوروبية، وبينت أن استخدام أكثر من دواء في قرص واحد أفضل على المدى البعيد عن استخدام علاج واحد، وأن ده مش بس بيحسن علاج الضغط وبيحسن نسب الوفيات ونسب المشاكل من الضغط، هو كمان بيقلل الامتناع عن الدواء. الواحد لو مريض عامة لو خد أكتر من دواء أردويين ثلاثة في خلال شهر شهرين هيكون بطل الأدوية. فاستخدام أكتر من دواء وإدماجهم في قرص واحد بيدي تميز شديد للعلاج، مش بس بيقلل سعره، ده كمان بيقوي مفعوله وبيظبط الضغط بأرقام أفضل من الأول. أنا بتمنى أن المؤتمر ده يكون مفيد لمرضى القلب ومرضى الضغط، وأتمنى أن التوصيات توصل فعلا للناس ان الضغط مرض قاتل صامت، لكن في نفس الوقت في منتهى السهوله علاجه، مجرد واحد ياخد قرص او قرصين. في النهايه بنتمنى الشفاء للجميع.